الراديو 90 90 هواها مصر. مرة تانية أهلا أهلا وصباح الفل وصباح السعادة على كل مستمع راديو 90 90، وأهلا بيكم في حلقتنا من روق يومك. يمكن قلنا لكم في الساعة اللي فاتت أنه هتنورنا في الاستوديو فنانة يمكن أبهرت ناس كتيرة جدا في دورها الأخير في نسر الصعيد. شفنا يعني تضارب في الشخصية ما بين الست الغيورة الشديدة والطيبة والحنينة واللي تخلينا نعيط ونكتئب، وعملتي فينا قلبان كتير جدا جدا. أكيد كانت البداية من الأب الروحي وتوالت بعدها أعمال كتيرة جدا زي كلبش، زي ظل الرئيس، وكمان حاجات كتيرة جدا هنتكلم عنها أكتر مع ضيفتنا الجميلة الفنانة الشابة أسماء جلال. صباحك زي الفل. صباح الفل يا شيمو. صباح الورد منورانا. مرسي، ربنا يخليكم. بصي، يعني في نجاحات كتيرة جدا حصلت وناس كتيرة جدا مبسوطة ان انت موجودة معانا النهاردة، لكن خلينا نبتدي كده من أول حاجة. والأب الروحي، الاب الروحي، الفرصه دي جات لك ازاي واشتغلتي في الموضوع ازاي وبداياتك في الاب الروحي؟ لان تقريبا هو خرج مجموعه كمان كبيره جدا من زمايلك في العمل ده، وكان عمل حقيقه مبهر جدا جدا. مين اللي رشحك ودخلتي الاب الروحي ازاي؟ طيب مبدئيا انا قبل الاب الروحي دخلت ورشه مروه جبريل، وبعد كده اتخرجت، وبعد كده دخلت ورشه رامي الجندي وتخرجت، وقلت خلاص مش هشتغل، خلاص شكرا. خلاص انا خدت ورشه في بيتنا بقى، خلاص ما كانش حد كلمني. طيب اشتغل صناعيه، فدخلت شويه ورشه خلاص. تمثيل ايه اللي انا عايزاه؟ بس بعد كده دكتور بيتر ميمي كان عارف ان انا عايزه امثل وكده، فقال لي في دور في الاب الروحي وكده، يعني روحي اعملي عليه اوديشن، نفع نفع ما نفعش خالص وبتاع. فرحت عملت اوديشن، وبعد كده ما حدش كلمني، فقلت عادي مش اول مره ولا يهمني ولا عادي. بعد كده كلموني قبل التصوير بحاجه بسيطه، قالوا لي يور ان وانت معانا وبتاع، فلو اوكي يلا بينا. كانت البدايه بقى. كويس. لما روحتي بقى قابلتي كانت شركه فنون مصر، استاذ ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، قالوا لك ايه وتعاملتي معاهم ازاي؟ قبل ما امضي او قبل ما يقولوا لي اوكي، كان ساعتها اللي بيعملي الاوديشن استاذ رامي الجندي اللي انا اصلا كنت بتدرب معاه. كويس. فالموضوع كان مرعب شويه. بعدين لما اتقابلت استاذ ريمون، طبعا كان ليه فضل كبير يعني عليا جدا، ان هو اللي كان يعني واثق فيا من غير ما يعرف البنت دي بتعرف تمثل ولا لا، او ما هو ولا لا، والدور كمان في برضو تحولات، فده كان غريب ان هو يثق فيا. هو مؤمن بحاجة في كل واحد فينا، وطلع يعني بيزقنا وهو يعني شوية فاهم واثق فينا. فأنا بالنسبة لي دكتور بيتر هو طبعا ربنا يخليه هو اللي كان ليه الفضل، وبعد كده طبعا شركة فنون مصر. ابتديتي بالأب الروحي والعمل ده يعني عمل نجاح كبير جدا جدا، نجوم كبار ووجوه شابة كتيرة جدا، كل واحد لمع في حتته. ولكن في الدور ده انت عملتي دور بنت صعيدية. مظبوط. وانت يعني يمكن قريت اكتر من يعني حوار ان انت كان عندك قلق من اللهجة الصعيدية وتعذبتي فيها حبتين. بس الشخصية اللي تعذبت من الصعيدي دي اللي ما يعرفش ان الأستاذة كانت نفسها تطلع مدرسة لغة عربية ونحو يعني. فالعلاقة والتضارب بين الحاجتين ايه هما؟ عكس بعض جدا. ايوه بس الصعيدي يا جماعة مش لغة عربية، يعني صعيدي مش ما هو الصعيدي بيتكلموا لغة عربية ساعات في حاجات كتير يعني. وبيعطشوا الجيم يعني. الجهو كده ليهم لكنة، يعني ليهم لكنة زي البورسعيدية وزي تعرفة كل محافظة عندنا ليها لكنة كده. فكان الموضوع برضو غريب. تدربت عليها ازاي وعملت فيها ايه؟ كنت بطلع ام آية تتكلم معايا. مين ام آية؟ ام آية اللي بتنظف الحاجات عندنا وكده. كويس. فكنت بعد ما تنظف شقول لها قولي لي بقى انا عايزه اقول كذا 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 باللهجه الكذا، تقولي بصي ما بقول لك انا مش فاهماك يعني، طب تتكلم كده وبتاع. فما كنتش بلقط حاجه، مفيش فايده. كنت بسجل لها والله، بس فعلا الموضوع مش سهل. فالملائم برضو كان بيشد في شعره مني بصراحه. اتعذب منك يعني؟ قال لك في الاخر قولي اللي انت عايزاه، انا ماليش دعوه بقى انت تعبتيني. بصي انت بتقولي غلط بس انا هسيبك. خلاص مفيش فايده. خلاص. طب دايما يعني انا حسيت ان انت مثابره وبتحبي تشتغلي على نفسك كتير. هل جربتي انك تاخدي بقى دروس تقويه في اللهجات عشان هتساعدك اكيد انت كممثله هتعملي كل اللهجات وكل الادوار؟ مش دروس تقويه، خدت فوكاليز عشان الحروف او الاداء يطلع صح مع الحروف، مع ايمان يونس اخت استاذه اسعد يونس. موضوع فادني هي كمان دمها خفيف يعني، هي بتخليك تحبي الفوكاليز بمخارج الحروف بامثله، بتجيب لنا كتب صلاح جاهين وتقعد تقراها لنا وتدي لنا الاداء وكده. فدي كانت حاجه خدتها برضو وافادتني. وبس صعيدي وفلاحي كده قصدك؟ لا ما خالص
خالص. انت ما يجيلك الدور تتدربي عليه بالظبط كده عشان ابقى صريحه. اه اوكي. انت خريجه ايه؟ اسماء نفس حد لسه بيسالني، انت اصلا خريجه معهد فنون مسرحيه؟ لا انا خريجه اعلام، ودرست فتره في الجامعه مسرح، وبعد كده خدت ورش. اشتغلتي مسرح في الجامعه ولا ما اشتغلتيش؟ خدت مسرح في الجامعه. كانت تجربه غريبه، مش ليه؟ مش عارفه، كنت فاشله جدا في المسرح. لا احب اعرف، احب اعرف تجربه الفشل. اول مسرحيه عملتها ماشي. ايوه هاي فانا التجربه حد قعد اه بالظبط. كان ايه بقى، مخرج قعد معانا وكده، معرفش اصلا مخرج لحد دلوقتي ما شفتلوش حاجه. لا ما اصل احنا في الجامعه بنبقى عاملين ايه، كنا مخرج ومدير انتاج، يعني كنا بنبقى مهمين قوي، كل واحد فاكر نفسه ممثل بجد، احنا مهمين قوي مع بعض يعني، واحنا جوه الاوضه يعني المخرج من الاوضه هش عرفنا عادي. فقعد معانا وكده، انا هشاركه وانا هطلعك وانا بقى احلامي منبهره بقى، اتبنت قدامي انا خلاص سعاد حسني ومش عارف ماشي. اول مسرحيه عملتها عديت من على المسرح، عديت رايح جاي كده. وريني جمال خطوتك. طولي علينا في الجلابيه، كنت لابسه جلابيه برضو برضو. فاكره مسرحيه ايه؟ كان اوبريت اصلا كمان، وطالعه بالجلابيه بس. ولا قلتي كلمه؟ لا كان في جمله اقولها يا شيماء. ايه هي بقى فاكره؟ يا جميز يا حلو لا عنب ولا برقوق زيك. دي كانت لا دي كانت طالعه بياع، ده كان مرمطين كمان. كنا احنا نستاد لما بقينا قدام شويه فريق. انا ما قلتش الموضوع ده قبل كده. والله لما كنا بقى قدام شويه في فريق التمثيل في الجامعه، في نستاد الناس الجديده اللي جايه اسماء كده. تعزيهم والله العظيم، ده كان زمان. ونفضل بقى نوهمهم، احنا مصدقين يعني، نوهمهم ان هم ده دور العمر. ايوه الجمله دي هتخليك عادل امام هيطلبك المسرحيه. لا والرئيس هيتفرج. ايوه بيقنعوك انه مصر كلها جايه تتفرج عليك. والرئيس اتفرج بس وانا بعدي. مش لازمه. الحمد لله لكل حاجه. طب مش يمكن تعتبري دي بدايه؟ هي دي البدايه الحقيقيه. ماشي ماشيها ماشي. يعني هو اكيد دلوقتي لما بتفرج عليكي في الاعمال اللي بتطلعي فيها هو منبهر، هو حاسس انا اللي طلعتها على سن المجد، انا اللي وصلتها، انا اللي عديتها من على لا احنا الحقيقه بنبقى مصدقين في الفتره دي قوي، بنبقى مبسوطين كده، وبنقعد ناخد الجماعه الجداد دول نعمل بيهم الحاجات دي. اسماء منورانا، لسه اسماء جلال منورانا على راديو 90 90، موجوده معاكم النهارده. ابعتوا لها كل اسئلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، او كمان على تويتر هاشتاج روى اندرسكور يومك. من الاب الروحي شفنا بقى اكتر من عمل بعد كده، كانت البدايه وتوالت الاعمال، يمكن شفنا ظل الرئيس، شفنا كلبش، عايزين نعرف حصل ايه بعد كده، يعني من الاب الروحي اسماء اتشافت وحصل ايه؟ بصي انا بعتبر ان الاب الروحي ده هو وش الخير عليا، عشان بعد كده ترشحت لظل الرئيس، وبعد كده في كلبش، وبعد كده في لا تطفئ الشمس، فكان بالنسبه لي هي البدايه، وكل ده في سنه واحده، كان رمضان السنه اللي ما شاء الله. ما تقوليش لا ما انا السنه دي عملت مسلسل واحد بس. مشكله بس المهم نقرش على ما نقرش على بعض صح. اوكي بس بس هو ده اللي حصل يعني، انه الاول الاب روحي، وبعد كده رشحت الحاجات التانية، وفي الاول كنت زي ما بقولك الاب الروحي عشان صعيدي، فبعد كده في كلبش طب فلاحه لا تطفئ الشمس طب فلاحه يا جماعه. ظل الرئيس كان نقله كبيره جدا، نوعيه ضخمه في حياه ياسر جلال الحقيقه، لانه كان يمكن اول بقى عمل يسند لياسر بشكل البطوله المطلقه او البطوله المنفرده، وكان في حاله تخوف كده، والناس كانت بتقول ياسر كان بعيد اصلا بقاله فتره. مزبوط. وبعدين بدا يرجع في الموضوع ده. كواليس العمل ده كانت عامله زي، كان في قلق حوالين المسلسل ده، كنتوا مش متاكدين قوي كان في حاله ريسك من فنون مصر، ولا كان الدنيا ماشيه ازاي؟ فنون مصر زي ما بقول لك، لما بتبقى واثقه في حد بتديله بوش في كل حاجه، فياسر في الكواليس اثبت لنفسه قبل الناس ان هو كان يستاهل يبقى بطل من زمان جدا، حد بروفيشنال لدرجه مش طبيعيه. انا مش عارفه يعني هو كان فين من زمان والله العظيم. حد ما بيبخلش على حد بكلمه لو شايفك كويسه، انا حاسه انه يعني بيحسس اللي قدامه ان هو اللي بطل مع ان هو اللي بطل. على طول كده طاقه ايجابيه، وانا فخور ان انا بشتغل معاك، ويعني لا ياسر جلال كان تجربه بصراحه جميله جدا. كنت متوقعين النجاح الكبير قوي اللي حصل لظل الرئيس؟ بصراحة لا، مش يعني كنت متوقعة ان هو يتشاف، بس الفيدباك اللي جه عليه كان رائع يعني. ما توقعتش ان هو يتشاف قوي كده. اوكي. دورك في كلبش، الصدى من الناس وردود الافعال كانت عاملة ازاي؟
كلبشة هو يعني اللي عمل معايا علم معايا اكتر من ظل الرئيس. عشان كنت طالعة لمضة بقى ولساني طويل وبعند بقى مع امير كرارة ومش عارف ايه, فالدور عجب الناس عشان كنت طالعة مختلفة شوية عن حياة اللي في الاب الروحي الكيوت النانوسة دي. ظل الرئيس برضو كنت السكرتيرة ياسر جلال, فاللي هو حضري فاندم تقري فاندم مش عارف ايه. لكن في كلبشة اللي هو انت ملك انت اصلا نطلع بقى يعني فاهمة. ايوه فاللي هو ايه ده احنا نحب الشقاوة دي. انا احب الشقاوة. الناس الموضوع تاني خالص. طب انت ما كنتيش موجودة في كلبش الجزء التاني ليه؟ عشان السكريبت كان مختلف خالص يعني ما فيش حد من الجزء الاول في الجزء التاني. ده في كلبش الجزء التالت سمع الموضوع. دي حقيقة. بدأوا يشتغلوا عليه. السنة الجاية السنة اللي بعدها. السنة اللي بعدها. خالد رشاد بيقول لك يا ستي صبحوا لي على شيم وعلى النجمة اسماء جلال وعملها مميزة الاب الروحي وظل الرئيس وكلبش ونسر الصعيد, وانا بحب دورها جدا في نسر الصعيد. محمد عطية بيقول لك برافو بجد دورك في نسر الصعيد, انك توصليني ان اكره شخصيتها في المسلسل بالشكل ده, يبقى فعلا اتقنت الدور جدا. شابوه بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. داليا عادل بتقول نسر الصعيد بحبه ليها جدا. فوزي سامح دور نصر السعيد كان تحفة, شابوه بصراحة. جاسم بيقول منورين بشكرنا, بشكرك جدا. إيمان الشاذلي صباح الخير دور الجميل جدا جدا في نصر السعيد. أبو تميم نصر السعيد والإقبال عليه وممكن أسمع أغنية شو حلو حاضر. ثروت بيقول لك دورك في مسلسل نصر السعيد والأب الروحي خطير. إيمان الشاذلي بيقول كان اسمها عالية. إيمان مركزة اهي. وفوزي كمان سامح بيقول كان اسمك عالية. لارا بتقول لك دورك في نصر السعيد كان تحفة وكل اللي اشتركوا في العمل كان شكلك حلو قوي. صفاء النمر بتقول بحبتك في نصر السعيد. احمد الرجال بيقول صباح الفل ومنوره يا اسماء. منوش صباح الفل على جميله نصر السعيد. احمد مجدي صباح الفل بيقول كمان صباح الخير عليكم اولا. ثانيا لو هنقيم اسماء اللي دارس وفاهم يعرف ان البنت دي بتاخد كل دور مهما كان صغير وبتسيب فيه علامه مع الناس. هي she's a one of a kind كممثله وصديقه واخت, ربنا يحب فيكي خلقه. وبيقولك دايما فخور بيكي يا سمسمة. احمد كمان صباح الفل كان اسمها عالية. بحبك يا مجدي والله ربنا يخليك لي احلى اخ في الدنيا. بيقول لي كان اسمك عالية وعلى فكرة كان بيتفرج على المسلسل عشان انتي جميلة. ده احمد ابو ادم. مرسي. بس الكوميدي اللي انا عملته كان ضيف شرف يعني مش حاجة مش دور يعني. فين بقى؟ فهربانة منها السنة اللي فاتت وفي الوصية السنة دي. روسيا كان دمه خفيف جدا. جدا. طيب احنا من الدراما يعني اسماء عملتي جرعة لطيفة جدا جدا في الدراما, نكتي علينا في شوية حاجات بس ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي بقى. انا عارفة ان انت بتموتي في النكد قوي قوي يعني بتمثلي النكد مع انه دعك شخصيتك تماما يعني انت شخصية فرفوشة وتحب الضحك لكن في التمثيل تحب تدينا نكد صح؟ طبعا يلا امال ايه امال ايه لا اكيد. طب عايزين نعرف فيلم 122 الفيلم ده بطولة أحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد داود والإخراج لياسر الياسري صح؟ صح. طيب قولي لي دورك في الفيلم ده عامل ازاي؟ وهتقولي انك هتنكدي برضه. لا خالص مش هلحق اصلا. دوري فيه مش كبير قوي بصراحة بس يعني المسلسل سوري الفيلم هو بيدور في مستشفى وانا وجيهان خليل ومحمود حجازي ممرضين في المستشفى واللي بيشرف علينا اول دكتور بتاعنا اللي هو استاذ طارق لطفي. بس بيحصل حاجه معينه فبيضطر يجي عندنا المستشفى امينه خليل واحمد داود وبتحصل بقى الاحداث كلها في المستشفى. طب ممكن تحكي لنا الفيلم قوي قوي يا فندم؟ اقول لك النهايه يا ريت هيحصل ايه. طب هو الفيلم ده هيتعرض امتى؟ في العيد الكبير. العيد الكبير ان شاء الله يعني هانت كده هنبارك لك على الفيلم ونشوف بقى قصه اخبارها ايه. يا مسهل يا ربنا يكرمك يا رب. اسماء دايما بيبقى كل واحد فينا في بداياته كده بيبقى عنده حلم انه يمثل مع حد معين, انت بتحلمي تقفي قدام مين؟ انا بجد ما بعرفش اجاوب على السؤال ده والله, بس انا فعلا نفسي اشتغل مع الناس كلها يعني وكان نفسي اشتغل مع ناس الله يرحمها توفت يعني استاذ محمود عبد العزيز واستاذ نور الشريف استاذ خالد صالح يعني في ناس كان نفسي اشتغل معاها وفي دلوقتي ناس طبعا نفسي اشتغل معاها زي خالد الصاوي مثلا محمد ممدوح بس الخياط بعد اللي شفته في السنه دي يعني صدقني مش حد معين وغادة عبد الرازق مثلا يا نهار ابيض كنت لسه هقول لك فين غادة في حياتك. غادة دي يعني استاذ غادة طبعا رقم واحد بالنسبه لي انا بموت فيها بجد بس فعلا فعلا الاجابه السليمه ان انا نفسي امثل مع الناس كلها. والمخرجين
يعني برضو نفس الإجابة بس نفسي. بس أنا رأيت قوليهم كلهم عشان الشغل. عشان ما زعلش. لا ما هي بالبنت دبلوماسية بتاعك نفسي اشتغل مع الطحالين كلهم وولادك. ما تضغطش عليها أرجوك أرجوك. عشان واحد يقول لها ما أنت ما قلتيش اسمي فمش هطلبك في ده شغل وكده. أصلا لا أنا عايز أشتغل مخرجين مصر كلها. أيوة كده أيوة كده. أنت بما إنك ممثلة ومجتهدة وبتحبي دايما تطوري من نفسك ومن أدائك أكيد اتفرجتي على مسلسلات كتير في رمضان اللي فات. او على الاقل حتى بعد رمضان ابتديتي تشوفي ايه اللي حصل تتعلمي حاجات تشوفي تكنيكس معينة شكل معين تعرفي مين السيناريستات الشاطرين يعني كل التفاصيل عشان تبقي جوه المطبخ زي ما بيقولوا كده. قوليلي اكتر عمل حسيتي ان هو عجبك وايه اكتر دور حد مثله كنت شايفة انه لو اسماء جلال مثلت الدور ده كان هيبقى لايق عليكي قوي. يا إجابة صعبة آخر حتة دي. طيب جاوبي ده غش بالمسائل دي خلاص. طيب خلينا نقول الأول كنت بتابع مسلسلات كتيرة في رمضان. لا ما حصلش كنت متابعة بس مسلسل غادة عبد الرازق طبعا. أيوة. ونسر السعيد ومسلسل الرحلة والوصية عشان كان بيفرفش كل ده ما تابعتش بس أربعة بس. بس أوكي. أكتر مسلسل عجبني بصراحة مسلسل الرحلة. موضوع مختلف وممثلين شاطرين قوي وكل واحد عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. أكتر دور كان نفسي أعمله في دور شفت كام حلقة كده في مسلسل فوق السحاب بتاع هاني سلامة بس ما كملتوش بصراحة عشان أبقى صريحة عشان كان كانش في وقت كنت بصوره كده. فعجبني قوي دور ميرنا نور الدين دور سمكة شاطرة جدا وعملاه حلوة قوي. هي دور المفروض بنت شعبية وكده بس هي عملاه بجد من جوه يعني مش عملاه سطحي زي ما الناس بتستسهل وتعمله. وفي دور مثلا ريهام عبد الغفور في الرحلة رائع 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 اثبتت ان هي مش محتاجة تتكلم عشان تبين ان هي خايفة لا عينيها بتتكلم. دور ده عجبني انا بحب النوع ده من التمثيل. فيمكن الدورين دور اكتر دورين شدوني بصراحة. كنت حاسة انك نفسي تعملي حاجة نفسي كده. نفسي اتحدى نفسي في حاجة مختلفة وصعبة كده يعني بصراحة. اوكي تمام. عشان الوقت ما يجريش بينا هقرا لك برضو اصحابنا كلهم اللي بعتين لك رسائل على صفحتنا. في يوسف سيد بيقول نسر السعيد كانت كيوت ودمها حامي كده. منى جلال نسر السعيد البدايه الحقيقيه لاسماء جلال مظبوط. احمد الراجل بيقول من تاني صباح الفل اول مره اشارك معاكم عايز اسمع اغنيه يعلم ربنا من مسلسل نسر السعيد. قوي قوي طبعا. حسن محمد قولي لي بحبك في المايك. بحبك في المايك بكوف بحبك. عبد الله بيقول نسر السعيد طبعا. احمد ابو ادم صباح الفل كان اسمها عاليه وعلى فكره كنت بتفرج على المسلسل كله علشانها لانها جميله جدا ربنا يخليك. حد بيسالك عن كواليس النجم محمد رمضان. كواليس النجم محمد رمضان هو يعني كل اقدر اقوله ان هو حد بيجي في ميعاده بيجي على الشغل ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيشتغل. هو ده اللي بيعمله ان هو حد بجد عايز يعمل دايما حاجة. الناس بتحب تعرف الكواليس اللي هو كنتوا بتهزروا كان في دراما اكشن ده حوارات في اللوكيشن ولا هو انتوا جايين بتشتغلوا وتروحوا خلاص. لا بصراحه كنا شغل وتروح نيجي نشتغل ونروح يمكن. بس محمد رمضان بيحب يهزر بيحب يقول افيهات كتيره جدا بتتاخد اصلا كده على الهوا اللي هو ايه ده حلو الافيه ده احنا هنستخدمه. لكن لا ما بجد في الكواليس بتاعت نصر السعيد كان كل واحد في حاله جدا. مش عارف يعني دي كانت حاجه يمكن بتحبي النوع ده من الكواليس اللي هي كواليس هاديه ما فيهاش اي حركات لا. وشغل بس ولا بتحبي الشغل ويبقى فيه شويه شقاوه كده أيوة في النص. أيوة انا احب النوع